السلام عليكم، انتم مباشرة من محلات أواني شعيب، وهذه المرة كندير معكم اللايف من المحل ديالنا اللي كاين في مدينة المحمدية، باش غادي نوريكم الجديد والعروض اللي فريمون سبيسيال اللي غتكون عندنا ان شاء الله هذا الاسبوع هذا ابتداء من غدا الاثنين ان شاء الله. المحل ديالنا اللي كاين في المحمدية دائما كنذكركم راه كاين، سولوا على مسجد مالي، مسجد مالي اللي كاين في المحمدية حداه تيلي بوتيك عيشة، حنا اون فاس مع تيلي بوتيك عيشة. تيلي بوتيك عيشة هو هذا، تيلي بوتيك عيشة هو هذا المحل ديالنا اون فاس مع تيلي بوتيك عيشة. اول حاجة غنوريكم هذا العرض هذا اللي فيها التبصيل المربع والستة ديال الطباسل الصغار زائد فراقة، كيف كتشوفوا نتوما دابا معنا في الصورة. هذا العرض هذا غادي نديرو ليه غدا الاثنين والثلاث والاربعة، غنديرو ليه 140 درهم، يعني فريمون ثمن جد 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 سبيسيال. الفراقه المربعه هذه راه كنا كنبيعوها ب 120 درهم، وكنا دايرين لها بروموسيون 90 درهم، وهذا التبصيل هذا حتى هو كنا كنبيعوه ب 180 درهم، درنا ليه بروموسيون 90 درهم، 90 درهم و 90 درهم هي 180 درهم، غدا غتاخذوه ب 140 درهم. ها هو التبصيل المربع حتى هو درنا ليه بروموسيون سبيسيال 140 درهم، الفراقه والتبصيل وسته ديال الطباسل الصغار معاه، كاين هاد اللون هذا وكاين حتى الكري ديالو. ولا خديتو هاد العرض هذا اللي كتشوفو نتوما دابا، هاد الجبانيه بالجبيبنات ديالها سته، زائد هاد الطبسيل المربع وسته ديال الجبابن ديالو مربعين، زائد البلاطو العجيب اللي كيعجبكم ديال اللي كيديروا فيه الناس بلاطو ديال الكيسان وفرا وكسكسو رفيسه اي لعيبه، ها هو هاد الباك كامل الثمن ديالو 4000 ريال. ديما الباك ملي كيكون مكون من ربعة من ثلاثة ديال اللعيبات كيكون ب 4000 ريال، وهذا اللي فيه التبصيل المربع والفراقة 140 درهم، ساهل وزوين وعطى الله ما ديروا فيه. وكاين هذا اللون هذا واضح جدا. غادي ندوزوا لهذا البلاطو هذا ديال لينوكس، عندنا في الانواع مشكلة، الثمن ديالو كيدير 1000 ريال، هذا 1000 ريال، هذا حتى هو 1000 ريال، وهذا حتى هو 1000 ريال. وكاين هذا كبير عليه شويه كيدير 1200 ريال، ولا بغيتوه باليدين كيدير 70 درهم 1400. السلام عليكم. سلام، مرحبا، الله يحفظك. وكاين هذا الفراقه على 3، الثمن ديالها كدير 1400 ريال، راه مازال ديسپونيبل في المحل ديال المحمديه. بطل وريني الفراقه ديال الكريستال، هاد الفراقة هادي كتبان واعرة، راه ديسبونيبل تاهي في المحل ديال المحمدية، والثمن ديالها كدير 1600، خطيرة جدا. ما تنساوش الناس اللي كيشوفوا اللايف دابا، راه وريتكم البارتاج كيفاش كاين، بغيتكم كاملين تكليكيو على بارتاجي وترجعوا تكملوا اللايف في التفراج، بغيتكم كاملين تخليو لنا القلوبة وتخليو لينا حتى لي كومونتير. نكملوا، كاين هاد الفراقة هادي واعرة ديال الكريستال، أو 1600 ريال، فريمون رائعة جدا، خطيرة خطيرة خطيرة. وكاين عندنا هاد الكيسان هادو كيديروا 1200 ريال، كاين عندنا هاد الزواقة هادي وكاين هاد الزواقة، غادي ندقمو. كاين هذا ب 1400 ريال، كاين بورت كاطو كدير 1200 وبالرجل 1600، وكاين هادي 50 درهم. بلاطو على 3 80 درهم، دير ثلاثة طبقات هاي 1600 وجوج طبقات 1600. زيد 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 زيد، كاين الطاجين العجيب الثمن ديالو كيدير 1200 ريال، وكاين عندنا التبصيل هذا اللي قرب يتقادى، التبصيل هذا كنبيعو 4 ب 1200، وهذا كنبيعو 3 ب 1200، وهذا كنبيعو 2 ب 1200، 3 ب 1200، لا 4 ب 1200، 3 ب 1200، 2 ب 1200، وهذا تا هو كنبيعو 4. فين هو الموين ديال هذا؟ ها هو، ها هو، هادو 4 ب 1200، 3 ب 1200، 2 ب 1200، خطير. ولا خديتو هاد لونسومبل كامل غتاخذوه ب 1300 ريال، 65 درهم الا خديتوهم كاملين بحال هكا، بغيتو تاخذو من الكبير حتى الصغير، حتى هذا الا خديتو من الكبير حتى الصغير 1300 ريال.
كاين عندنا هذا الموديل هذا التبسيط الطويل كنبيعوا 4 ديال التباصيل ب 1000 ريال وكاين هادو كنبيعوا 3 ب 1200 ريال وكاين هذا الطويل كنبيعوا 4 ب 1000 ريال ها هو الباك اللي وريتكم هذا الباك هذا اللي قلت لكم فيه الفراقه وفيه البلاطو وفيه التبصيل على 7 كيدير 4000 ريال غيكون كاين ديسپونيبل في المحمديه وفي القريعه وغدا ان شاء الله غيكون في القريعه وفي البرنوزي الجميل هادشي واعر عطينا اخويا الثمن ديال هاد اللعيبه 180 درهم بقات عندكم بيازا هي اللي بقات بقاو جوج بياسات الثمن ديالها 180 درهم الناس اللي كيسكنوا في كانت عندكم السيده دابا في بوزنيقه الناس ديال بوزنيقه مرحبا بكم عند اواني شعيب راه واحد 15 دقيقه الى عندكم الطوموبيل تكونوا عندنا وحتى في التران ما كاينش البعد بزاف الناس ديال الرباط الناس ديال سلا الناس ديال بن سليمان كاملين مرحبا بكم عند اواني شعيب المحل راه قريب لكم بزاف قبل ما نكمل لكم بغيت نوريكم بزاف د اللعيبات عندنا هنايا بقاو معايا غنوريكم واحد الكيسان جبناهم واعرين للمحل ديال المحمديه وغادي نوريكم شي سلعه واحده اخرى عندنا هنايا سلعه رائعه سبيسيال فريمون داكشي جميل جدا واثمنه مناسبه فقط بغيت الناس كامل اللي كيشوفوا اللايف دابا بغيتكم كاملين تخليوا لي القلوب هنا يلا 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 كلشي كلشي راه دائما تنقول لكم الدعم ديالكم لينا هما القلوب الدعم ديالكم لينا هو البارتاج والدعم ديالكم لينا هما لي كومونتير الزوينين اللي كتخليو لينا سواء في اللايف اللي كنديروا سواء ملي كتجيو عندنا للمحل وكتقولوا لينا اذا الناس كامل اللي كيشوفوا اللايف دابا بغيتكم كاملين اللايف هو هذا كتشوفوه غتلقاو واحد القلوبه هنايا في هذه البلاصه غتكليكيو على هنا القلوبه وغتلقاو واحد اللعيبه هنا فيها بارطاجي ها هي غتكليكيو هنا على بارطاجي من بعد غديروا هكا وغتكليكي على بيبلي هنا يلا والناس اللي بغاو يبارطاجيو لنا في الجروبات مشكورين حتى هما تقدروا تبارطاجيو لينا في الجروبات نكمل معكم اللايف دائما كل شيء يلا كل شيء خلينا القلوب هنا وبارطاجي من هنا هاك اخويا عطيت التليفون نكمل معاكم جبنا هاد الكيسان واعرين 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 بزاف وزوينين كيبانوا مباشره بحال الكريستال ها هما او خطيرين هاد الكيسان هادو نجي حدا الضو هنا باش يبانوا لكم هاد الكيسان هادو كيبانوا زعما راقيين في الشده ديالهم وتا في الحطه ديال الكاس كيبانوا زوينين غنحطهم لكم في شي صينيه باش تشوفوا كيفاش كيبانوا بقاو معايا وغنفاجئكم بالثمن ديالهم ها هما بلاتي هنا عطيني داك شو كيبانوا زوينين كيبانوا الزاج ديالهم زوين وتا الكاليتي ديالهم مزيانه هاد الكيسان هادو اللي كتشوفو نتوما دابا اولا الكاليتي مزيانه ديالهم ما كيطرطقوش مع السخونيه ثانيا الزواقه ديالهم في المباشر كتبان احسن من كتشوفو في اللايف ثالثا انه كنبيعو تخيلوا معايا جوج باكيات هاد البرومو غيكون غير هاد الاسبوع هذا 2 3 4 الخميس ها هو هاد الباكيه فيها 6 وباكيه واحده اخرى هاد الباكيات بجوج بالف ريال بجوجهم باكيات بجوج ب 50 درهم فريمون زعما ثمن سبيسيال بزاف 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 كاع بالصحه والراحه يلا في النسبه للمحمديه راه بقى فيهم غير هاد العدد اللي كتشوفوا كاين عندنا حتى هادو او الجمال هادشي واعر خطيرين هادو حتى هما والثمن ديالهم حتى هما فيهم 6 باكيه فيها 6 الثمن ديالهم نتوما غنحسبهم لكم ب 12 1000 ريال يلا حيد 1000 ريال جوج باكيات خويا زهير ركز معايا هنا هادو هادو ان شاء الله هاد اليومين غتبيعوا 12 جوج باكيات ب 1000 ريال صافي ان شاء الله 2 3 4 5 وتا هادو اللي كنتو كتبيعوا باكيه ب 700 غتبيعوا جوج باكيات ب 1000 ريال ماشي مشكل طحل ليا مع الناس انا جاي مع شعلي سير الله يبارك عندنا هاد المول هذا
ديال لي مينارك جوج ب 1200 وكاينين هادو كنبيعو ب 1400. قول لي اخويا هادي شحال درتو لها هادي هاد القراده العجيبه؟ القراده لا عجيبه هاد القراده، القراده واعره الثمن ديالها كيدير 50 درهم. مرة كيعجبني مقلع بشي لعيبة، ما عرفتش زعما هاد اللعيبة بحال هكا. ها عرفتي ديك اللعيبة اللي كانت في الصغر كدير بحال هكا كيطلع لك حنج من هنا. ها انت بلاتي طن واعر والثمن ديالها زوين. 1000 ريال ياك، 1000 ريال ثمن سبيسيال زوين مخير. المقلة بالغطا 1400، المقلة اللي بالشبكة 80 درهم، المقلة اللي بالشبكة 1600 ريال زهير. 80 درهم. كاينة سلعة زوينة بزاف رائعة، كوكوطات كيبداو من 7000 ريال، اللي كدير 500 درهم كنبيعوها ب 7000 3 يطرو، واللي كدير 600 درهم اللي هي 4 يطرو كنبيعوها غير ب 8000 ريال، و 6 يطرو ب 9000 ريال، و 8 يطرو كنبيعوها ب 500 درهم. هادشي واعر وجميل جدا. هادو كنبيعو هاد لونسومبل، هادو كنبيعو هاد لونسومبل هذا كامل اللي كتشوفوه ب 250 درهم. ها هو 5000 ريال بلا صينية، هذا 250 درهم. الناس اللي كيوجدوا العراسيات، الناس اللي كيوجدوا الكادوات، الناس اللي بغاو يتهلاو ليا في البيت الصالة ديالهم وعند الضياف وداكشي 5000 ريال، واللي ما فيهش الذهبي 240 درهم، 4800. العجانة تاهي ديسبونيبل عندنا، البلاطو على 3 130 درهم، البلاطو على 3 130 درهم، فيه الصغير وفيه الموين وفيه الكبير. دائما كنذكر مرحبا بكم نتوما مباشرة من محلات أواني شعيب، وهذه المرة كندير معكم اللايف من المحل ديالنا اللي كاين في مدينة المحمدية. أي واحد بغى يجي عندنا سواء ساكن في المحمدية، حنا راه قراب لمسجد مالي، جامع مالي اللي كاين في المحمدية. إلا وصلتوا حدا جامع مالي سولوا على تيلي بوتيك عيشة، حنا أون فاس مع تيلي بوتيك عيشة. تيلي بوتيك عيشة حنا أون فاس معها، الناس ديال المحمدية كاملين كيعرفوا تيلي بوتيك عيشة، والناس اللي ساكنين في المدن المجاورة على المحمدية، الناس ديال الرباط بن سليمان قنيطرة بوزنيقة، غادي تجيو الناس اللي غايجيو في الطوموبيلة ديالهم غاديين تجيو حدا جامع مالي معروف، تدخلوا للمحمدية غتسولوا على جامع مالي غيوريه لكم، غتوصلوا حدا جامع مالي غتسولوا على تيلي بوتيك عيشة، حنا أون فاس معها. الناس اللي كيجيو عندنا في التران، الا هبطتوا في لاكار ديال التران ديال المحمديه غتشدوا طاكسي صغير غيجيبكم ب 7 دراهم من عندنا المحل. طاكسي صغير غتقولوا ليه ديوني عند دينا حدا تيلي بوتيك عيشة، يقدروا يعرفوني طاكسيات صغار تاهما. الحمد لله بدينا كنديروا بلاصتنا في المحمديه، قولوا لي اواني شعيب اللي مقابل مع تيلي بوتيك عيشة. بلاطو دي زيني فرنسا واعر طوب، حقوا عليه الناس. عطيني الثمن هانت كاليتي ديال لا فرونس. عطيني الثمن دور لي. كان كيدير 100 درهم درنا ليه حنايا دابا 1000 ريال، نقصنا به 50% درهم. 50% 50% واعر واعر 50% بلاطو رويال بصحة زوين بصحتهم. غادي ندوزو دابا المقلة العجيبة، المقلة العجيبة هذه اللي عندنا راه الثقيلة ديالها، ركزوا معايا مزيان الله يرحم بها الوالدين. عندنا لاكور، لاكور اوريجينال، لاكور اوريجينال ديال اسبانيا اللي فيها جوج ديال الجلدات، وحده كاينه وحده سكور، والعيار ديالها سبيسيال. هذه نورمالمون الثمن ديالها كانت كدير 450 درهم، ودابا حاليا كاينين بعض بعض المراكز التجاريه او دايرين لها بروموسيون 300 درهم، حنا دايرين ليها 200 درهم 4000 ريال. فريمون ثمن جد 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 سبيسيال، 4000 ريال ناقصين فيها واحد 50%، والثقيله ديالها ولا كاليتي ديالها مخيره، وغديوها وتفكروني فيها. البونبونيغ حتى هي ديسبونيبل عندنا مازال هنايا، هادو كنبيعوا 4
هادشي كامل اللي كتشوفوا فيه دابا هنا بالف ريال هاهم، ربعة بألف ريال، اللي بالرجيلة واللي بلا رجيلة الثمن ديالها 50 درهم. غادي نوريكم حتى هاد ال حل لي حيد لي هاد البلاستيكة رضا. كاين عندنا هاد الفراقة ديال الميلامين الثمن ديالها كدير 70 درهم، حتى هي زوينة و تد حيد ديال البلاستيكة عفاك. الفراقة العجيبة التركية واعرة ها هي، والثمن ديالها كدير 1400 درهم، 70 درهم. غنوريكم هذا البراد، هذا تا هو فيه ثمن سبيسيال 1600 1800 100 درهم، 2200. لا الصغير امام ها 1600 1800 100 درهم، 2200. وحتى هذا 1600 كاين واحد هنا 1800 100 درهم، 2200. وهذا البراد هذا فين هو؟ هذا البراد هذا كيدير 60 درهم، وهذا كيدير 80 درهم. كاين عندنا كذلك هذا البريق، هذا المعلم اللي كيصلح بريق وبراد وكل شيء، الثمن ديالو كيدير 1600 درهم. دائما كنذكر نتوما مباشره في محلات اواني شعيب، وهذه المره كندير معكم اللايف من المحل ديالنا اللي كاين في مدينه المحمديه. عندنا عروض سبيسيال، هذا الباك هذا اللي كيدير 4000 ريال فيه فراقه وبلاطو وتفصيل على 7، وكاينين بزاف ديال العروض عندنا هنايا اللي فريمون سبيسيال. الناس ديال القنيطره والمحمديه والرباط وسلا والنواحي كاملين مرحبا بكم عند اواني شعيب. كاين عندنا هاد البانيني، كاين هاد العصاره ديال الليمون كدير 100 درهم، وكاينه هادي ديال اينوكس الكبيره كدير 4600، والبانيني كدير 200 درهم لاكور ديال لينوكس، وكاينه هادي المانيول كدير 140 درهم. كاين هاد الفراق، كاين هاد العيباش تفصيل على 4. دائما كنذكر وكنعاود المحل ديالنا كاين هنا، بلاش نشوف واش غيبان جامع مالي ولا الليل دابا. ما غيبانش، راهو جامع مالي هو هذا. قولوا لي واش كيبان لكم جامع مالي ولا لا. جامع مالي هو هذا في المحمديه، هنا كاين تيلي بوتيك عيشه، ها هي ضيعه عيشه. هاد البلاصه كان فيها تيلي بوتيك معروف هنا في المحمديه، هاد تيلي بوتيك هذا معروف على الصعيد المحمديه. اي واحد بغى يجي من الرباط ولا من سلا ولا من القنيطره غتقول لهم تيلي بوتيك عيشه غيوريكم المحل. تيلي بوتيك عيشه هو هذا المحل ديالنا اونفاس معاه اواني شعيب، ها هو المحل ديالنا. مرحبا بكم. كيف كنوريكم دائما عندنا هاد اللعيبه هادو، هاهي هاد اللعيبه ديال الكيكه ثقيله، هادي راه شراو الناس ب 250 درهم، حنا دايرين ليها 4000، دايرين ليها 2400، 130 درهم. كاينه هادي وكاينه هادي، هادي راه تقادات من القريعه ومازال ديسبونيبل في المحمديه. ما بينتيناش احنا اخويا. سير اخويا منعم بلاتي. زوين حتى هو. اجي اخويا منعم بغى يقول بلاتي. قبل ما ندوزو عند منعم، قبل من قبل شنو هاد اللايف هذا؟ شوف بحال تحبس عندك هنا. عاود اخويا جبد ليا اون ديريكت. الله يرضي عليكم الناس اللي كيشوفوا اللايف دابا، بغيناكم كاملين تخليو لينا القلوبه هنا فهاد البلاصه. القلوبه القلوبه القلوبه، الله يرضي عليكم العيالات، الدعم لينا النساء هو الدعم ديالنا، والبارطاج هنا هنا وديروا بيبلي وشكرا. الناس اللي كيجيو المحلات اواني شعيب سواء المدينه ولا البرنوسي ولا القريعه ولا المحمديه، ما تنساوش انكم تجيبوا معكم ساشيات فين تهزوا معكم السلعه، الله يرضي عليكم. ثاني حاجه، يمنع من عن كليا التاوم مع شي كوميرسيال عندنا، لان السلعه اللي كنديروا راها سولد وما فيهاش المتاويه بصفه نهائيه. اي ثمن كنقولوا في اللايف هو اللي غادي تجيو تاخذوا فيه مباشره. ثاني حاجه، الناس ديال المحمديه اللي غاديين يجيو بعض المرات، بعض المرات راه الا جيتي للمحل الله يرضي عليكم كاينين بعض السلعه اللي ما كنبيعوهاش بالثمن ديال اللايف، يعني الا لقيتو هذيك هذه القضيه كاينه في المحمديه فقط. بعض المرات تيكون الباساجي
من حقنا انني نبيعوا ليه بكثر من الثمن اللي كنعطيوكم نتوما الزبناء ديالنا الاوفياء اللي كتابعونا. اذا ممكن ان الله يرضي عليكم اي واحد غيجي لمحل اواني شعيب المحمديه، هذه القضيه ما كايناش في القريعه، ما كايناش في المدينه، ما كايناش في البروزي، المحمديه، اي واحد غادي يجي عند منعيم ولا عند زهير يقول ليه انا راني جاي من اللايف باش يعطيك ثمن ديال اللايف، لان بعض المرات كاينين دي زارتيكل اللي بحال دابا انا كندير بروموسيون مثلا هذه الفراقه هذه انا كنبيعها ب 140 درهم وكندير لها بروموسيون 90 درهم ياك، انا جيت دابا درت ليها 70 درهم، يعني خصك تجي تعطي له كود ديالك انا جاي من اللايف باش تقدر تاخذها ب 70 درهم، خصك تقول هذا الكود ديالك انك جاي من اللايف، الا ما قلتيش الكود ديال انك جاي من اللايف غادي يقول لك 100 غيقول لك 90 درهم. هذه القضيه كاينه في المحمديه، الناس ديال المحمديه مرحبا بكم، حنا مقابلين مع تشيلي بوشك عيشه حدا جامع مالي، الناس اللي غيجيو عندنا للقريعه غتجيو الرومبو ديال دوليدول، الرومبو ديال مالي البونج في القريعه، وغادي تقولوا لهم وريو لنا المحل ديال اواني شعيب غيوريكم الرومبو ديال دوليدول ديال مالي البونج في القريعه. حنا ما جيناش في القريعه لداخل، حنا جينا في الشارع بشعيب الدكالي، يعني الشارع اللي كيربط ما بين القريعه و سامع السنه، كاين واحد الشارع تما سميتو شارع بشعيب الدكالي، بحال راجع لدومارس ماشي غادي المرجان، بحال راجع لدومارس كاين تما واحد الشارع سميتو بشعيب الدكالي، تما كاين واحد القهوه سميتها لو بولفار، حنا ملاصقين معاها. المدينه كاين المارشي ديال باب مراكش، الا رجعتوا اللايف غتبان لكم المارشي ديال باب مراكش، في واحد الباب مقابل مع البحيره اللي كيتباعوا فيها الكتبه قدام، هذيك البحيره اللي كيتباعوا فيها الكتبه قدام مقابل مع واحد الباب ديال المارشي، حداه واحد الباب صغير حنا اونفاس معاه. وبالنسبه للبرنوصي كاين السوق النموذجي، كاين جوج اسواق نموذجيه، كاين واحد حدا لوطوروت، حنا حدا السوق النموذجي اللي حدا سوق طارق، حنا حدا السوق النموذجي اللي حدا تيرمينيز ديال التراموي. هذاك السوق النموذجي كاين واحد العيالات تما كينقشوا، او واحد العيالات كيبيعوا البغرير، غتقولوا لهم شعيب اللي كيبيع الصوت غيوريكم المحل. خويا منعم فينك؟ اجا خويا قول لي شي كلمه للزبناء ديالنا. زيد اخويا زيد. المهم كيف كنقول لكم مرحبا بكم خويا منعم، دابا اكثر من 400 واحد كيشوف اللايف فهاد اللحظات هادي يا منعم، كتنافس سعد المجرد في عدد المشاهدات بزاف. دابا سعد المجرد لا دار لايف غادي حتى هو يشوفوا 300 واحد ولا 400. شكرا لكم بزاف، شكرا الناس المحمديه، شكرا لكاع الزبناء ديال اواني شعيب، نرحب بكم من جديد، وحنا راه الاشاره ديالكم وراه الخدمه ديالكم، كنشكروا الناس اللي كيتفهمونا في الخدمه ديالنا، وكيكون السيرفيس زوين زوين كتهضر زوين ظريف. شوف شكرا الناس اللي جابوا لنا كيكا وجابوا لنا كيكرمونا، واحد راه شرا شمول مشات طيبات في كيكو جات طيبات. هاد القضيه درتها معايا واحد السيده خدامه مع كوميرسيال مع واحد الفورنيسور، تي كنوجه لها جزيل الشكر وكنقول شكرا ليلى على الكيكه الواعره اللي عطيتيني نهار جيت تقديت عندكم، شكرا. انت انا كنت تقديت عند واحد السيده جابت لي عطاتني كيك. وكلمه اخيره للزبناء، شكرا ومرحبا بكم، وكنتمنوا ان هاد السلعه هادي وهاد لي زارتيكل كامله تكون ناجحه. هذا منعم دابا فرحت القدير، واحد المره قريت واحد الكومونتير قالوا لي داك الدري منعم ظريف، كيشكروك الكليان. الله يكبر بهم. جميل جميل، انا كنشكرهم بزاف ومرحبا بهم. مرحبا زهير. وي خويا. اجي اخويا اجي اخي وحبيبي. زيد اخويا اعطي كلمه للزبناء اللي كيشوفوكم داخل وخارج ارض الوطن. ها هو زهير. اهلا وسهلا ومرحبا بكم عند اواني شعيب مدينه المحمديه. القافيه اخويا كلشي على القافيه. المهم راه الخير موجود والسلعه موجوده، واللي كنوعدكم ديما بالجديد واللي في راسه شي حاجه يعني باغي شي حاجه جديده ولا شاف شي حاجه يقول لينا شنو خصو، حنا راه الاشاره كما يعني دائما في التواصل مع الكليان. دائما في التواصل مع الكليان والزبناء، والحاجه اللي ما لقيتوهاش في بلاصه اخرى وصيونا حنا نجيبوها لكم. حنا ديما الجديد عند شعيب اواني شعيب، وثمن مناسب الصوت. حاجه وحده اللي نوصيكم انا زهير اقولها وعاد اقولها، حتى واحد ما بقى تشاو معاه حيت ثمن فيكس حيت بريفيكس كنعيا مسكين، راه كاع الكليان اللي كيشوفني هنا عارفني كيشحفوني. واحد القضيه شوفوا دابا زهير كيبدا الخدمه مع 9 ديال الصباح ل 10،
9 ل 10 ل 11 12 تمارين والخدمه تمارين والخدمه انت واقف كتهضر مع الكليان وتحط السلعه وتفرك على الكرتون وتطرد الصرف كتجي وحده مع 5 د العشيه مستراحه مستراحه كتقول لك لا هذا تمارين وقص عليا وكذا تحفك انت كتقدر تعصب في هذه اللحظه ما تعصبش قول لها اخر تمارين اخر تمارين على ودي الزبانه احنا ديما راه الاشاره وكلشي كيمشي بخاطر هذا هو كلشي كيمشي بخاطر هذا هو الاهم مرحبا بكم مرحبا بالناس ديال المحمديه مرحبا بالناس ديال المحمديه ناس بن سليمان ناس بن خلف ناس الراشيديه ناس الحسنيه تحيه خاصه الناس كيجيو الناس من الرباط كيجيو الناس من الرباط كيجيو الناس من شماره كيجيو الناس من الخميسات كاع النواحي ديال المحمديه كيجيو الناس من الخميسات تقدموا كيجيو الناس من الخميسات كيجيو الناس من بوزنيقه كيجيو الناس من بوزنيقه المنصوريه ما نساوش تحيه الناس المنصوريه ديكاس اليوم كاملين ومرحبا بكم عند اواني شعيب عند زهير ومنعم شكرا لكم بزاف تبارك الله عليكم ما تنساوش شكرا بزاف على التفاؤل ديالكم شكرا على القلوب اللي كتخليو لينا كومونتير زوينين بزاف تبارك الله عليكم شكرا 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 امين حليمه راهينا شكرا بزاف لكم على التفاؤل ديالكم شكرا صراحه كاينين دراري زوينين وكنوجه كنبغي نوجه تحيه شعل الضو شعل لي رضا كنبغي اخويا نوجه تحيه كبيره خويا رضا اجي اخويا كنبغي نوجه تحيه كبيره رضا من جنود الخفاء امين امين تحيه لكم تحيه الناس المحمديه ومرحبا بكم في اواني شعيب المنزليه الله يحفظك خويا رضا من جنود الخفاء دري ظريف دقيقي زوين كيتعامل زوين مع الكليان مؤدب شكرا بزاف بزاف الناس المحمديه شحال من مره قريت كومونت كيوصلوني كومونتيرات في الخاص تيقولوا لي داك الدري الرياضي اللي كيكون في المحل ديال المحمديه راه ظريف الله يكبر بهم وهذا الشيء زوين بزاف انك تحيه خديجه قرا لي كومونت وقول خديجه تحيه لخديجه يا خديجه مرحبا وتحيه للاخ زهير زهير مسكين جبتي معايا من البرنوزي الله يستر ليه من البرنوزي هذا الشيء اللي كاين تبارك الله عليكم وكنذكر عاوتاني انتم مباشره في محلات اواني شعيب اون فاس مع تيلي بوتيك عائشه ها هو ضيعت عائشه وكاين هنا واحد الجامع ديال مالي الناس ديال البرنوزي والمحمديه مرحبا بكم مرحبا بالناس مرحبا بالناس اللي كيشوفونا دابا مباشره ما تنساوش ان هذا اللايف هذا تبارطاجيو مع اكبر عدد ديال الناس باش يقدر يوصل بزاف ديال الناس كيبغيو يجيو يتقداو بثمن زوين و1000 1000 1000 مرحبا بكم وشكرا وفي امان الله